السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أم أنور كتقول زوجي توفي منذ 4 سنوات، كان قطع الصلة مع خوتو وخواتاتو، كيزور غير الوالدة ديالو، لكن منذ أن توفي ما بقوش كينزوروا بعضياتنا، حتى في الهاتف ما كيردوش ما كيجاوبونيش. كتقول أنا عندي جوج الوليدات صغار، الكبير فيهم عنده 9 سنين، كتقول واش خاصهم يسولوا على أخوالهم ولا عائلته على أعمامهم ولا لا؟ صلة الرحيم للا أم أنور هي مشتقة من الرحمن. ملي كيتعلق بصلة الرحيم جميع الحسابات اللي في الفكر، وقال لي وقلت ليه ودار لي ودرت ليه كنحيدوها ببساطة، غترجع الكونتوغ أزيغو، ما غنسول أش وقع ولا أش وقع، وأعطي أعطي 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 الكلمة الطيبة، أعطي المال، أعطي المصلحة، أعطي كل شيء، أعطي من يستحق ومن لا يستحق. وخا تقول لي دوك العائلة راه ما يستحقوش، غنقول لك أعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطيك الله تعالى ما تستحق وما لا تستحق. هذا مع الغريب، الغريب ما كتعرفوش ولا يستحق، واعطيه، اعطيه الوقت، اعطيه فلوس، اعطيه كلمه زوينه، وقف معاه سير معاه واخا ما كيستحقش، اعطيه، اعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطيك الله تعالى ما تستحق وما لا تستحق. هذا مع الغريب. فما ظنك مع ذوي الارحام؟ ذوي الارحام خاصك واخا هو يأذيك انت تمد يدك للخير، أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. واضحة للا أم أنور؟ رغم هما سادين التليفون، سادين الباب، أنت مرة من راس على قبل الدم وعلى قبل الناس اللي في القبر، نسول فيهم دائما، ندق الباب، واخا أنا مظلومة، واخا الدولي رزقي، واخا شتموني في كرامتي، ما يهمش، داكشي كله غيجيك بالتعويض من مخالف الكرامة، غتزداد، والرزق غيضاعفو الله تعالى، وغيبارك الله في الأولاد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا صلة الأرحام، وأن يرزقنا المحبة والمودة فيما بيننا، وإياكم والمحاسبة، إياكم اللي في المحاسبة، ما عندي ما ندير بها. ملي نطلق مع أي إنسان بحال يلا طلقت معاه صفحة بيضاء، الله يسامح على كل ما مضى، ما نسولوش ما نقولش واش باقي عاقل، لا نهائيا. ما هو الأجر؟ أن الله تعالى يتعامل معك بالمثل يوم القيامة. الله عز وجل يقول لهؤلاء ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ما يعاتبك ما يحاسبك. هؤلاء قوم يدخلون الجنة من القبور إلى القصور، ادخلوها بسلام آمنين بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. من هم يا رسول الله؟ هذو القوم اللي كانوا مع العائلة تاعو والأحباب ديالو، ما كيتحاسبوش، ما كيبقاش يعاتبك، ما يقول لك واش عقلتي أجدرتي، واش عقلتي أجدرتي، لا نهائيا. سمح، عفو مطلق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا كلنا وإياكم من هؤلاء، ويبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.